صقر وعنامك شين وعنامك بتسولف لحالك وايش فيه؟ لا يابا بس مش عارف اعبي طلب القبول الموحد، وبصراحة خايف يروح علي التخصص. خايف يضيع عليك التخصص. صقر، تعرف ان النشيط قد ايه معدلك؟ قد ما هو عادي والله كان نشيته قديش بالله؟ معدلي 50.6. لا كويس يا صقر كويس، 50 يا منعون الوالدين، وبدك يطلع لك على القبول الموحد. يا شين يا شين والله على الطحين الموحد اللي بتوزعه وزارة التموين، يا دوب يطلع لك.